أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين بكل خير في حلقة جديدة من برنامجكم في عين الحدث الذي يناقش اليوم قانون تأخرت كثيرا. كان المأمول أن يكون هذا القانون منذ العام 2005 ولكن بقي في أدراج النواب لأسباب مجهولة طوال هذه الفترة إلى أن أقر مجلس الوزراء مؤخرا أمس بالضبط قانون الإعصار لسنة 2018 وأرسله إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال. هذا قانون يفترض أنه داعم ويسند الاقتصاد ويسند الاستثمار. هل تأخرنا أم أن القانون أيضا يمكن أن يكون له مطبخ آخر أو يخرج من مجلس النواب بصورة مختلفة؟ قانون تأخر كثيرا ولكن ننتظر اليوم أن نتلمس بعض مفاصله وبعض تفاصيله، فوائده، إيجابياته، سلبياته. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن يكون معي في الاستوديو سعادة النائب معتز أبو رمان نائب رئيس اللجنة المالية. مساء الخير. سعادتك وسهلا، من زمان شفناك، صار لك فترة. والدكتور وجدي مخامري الخبير الاقتصادي والاستثماري. واسمح لي سعادة النائب أن نبدأ، يعني 12 سنة من 2005 وهو بدرج النواب. نعم. ثم فجأة قلتوا لنا بدنا إياه بصفة الاستعجال. ما الذي يستوجب الاستعجال بعد 13 سنة؟ بارك الله فيك. وهو بالواقع القوانين الاقتصادية قوانين هامة جدا، وهذا من أهم القوانين التي تراعي مصالح التجار، تراعي مصالح المواطنين، لأن اللي بتعرف حالة الإعصار أو حالة، خلينا نسميها، نعرفها بالبداية للمواطن اللي بجوز ما بيعرف شو تعني الإعصار. نعم. هي ورد التشريع في القرآن الكريم، يعني الإعصار ونظرة إلى ميسرة، وهذا الفقه الإلهي، الفقه الرباني، وبنفس الوقت القانون المدني اللي احنا بنتعايش معه أو نطبقه على أرض الواقع. الإعصار بمجمل كقانون كان يجب أن يقدم زي ما تفضلت بجوز من 10 أو 12 سنة، بجوز 2005 طبق في معظم دول العالم التي فعلا عندها نظرة إلى تحفيز الاقتصاد. نعم. الداخلي، تحفيز الاقتصاد الوطني. الأردن كان فيه تخوفات وكان فيه لوبيات كمان تعمل على عدم إظهار هذا القانون. أسني نتطرق لما هي الأسباب، يعني وشو الأدوات الضغط. لكن لماذا الآن؟ الآن الحكومة لديها خطة التحفز الاقتصاد أو تحفيز الاقتصاد. نعم. والتي يجب أن تتماشى أيضا مع منظومة العالمية لتطوير تطوير معايير الاقتصاد. باعتراف دولة رئيس الوزراء 60% من الدخل الوطني، يعني خلينا نسميه تغطية. نعم. الضرائب والإيرادات تأتي من من التجار ومن الناتج المحلي، من بده يجي من الاقتصاد الوطني الاقتصاد المحلي. هنا أنت أصبحت أمام معطيات تفرضها عليك المعايير الدولية، تفرضها عليك الدول المانحة. أنا عشان أقدر أعطيك منح وأزيد مساهمتي معك بدي أشعر أنك كمان أنت بتتماشى مع المعايير الاقتصادية العالمية وبتسهل دور مساهمتك أو مساهمتك في اقتصادك المحلي. فالآن أصبحت من الضرورات الملحة أولويات لما تيجي تقارن ما بين نظرة الجهات التي هلأ أنا بدي أحكي عنها اللي بجوز هي مش من مصلحتها أن يظهر هذا القانون على الملأ. طيب. وأحيانا لجهلها في تفاصيل. طيب. خلينا يعني بدي أجيك بين هي قوى الشد العكسي، من الذي حجب ظهور قانون الإعصار حتى اللحظة؟ الدكتور وجدي، يعني هذا القانون يوصف أنه هو الذي ساهم في إنقاذ أمريكا أبان أزمتها المالية. يعني طبعاً طبعاً. يعني التطبيق الفعال والحاكمية في تطبيق هذا القانون اليوم قديه عندنا قدرة على تطبيقه، قديه في مرونة في تطبيقه، شو الآمال اللي بتطلعوا لها كاقتصاديين واستثماريين في هذا القانون؟ شكرا على الاستضافة. يعني زي ما حكى سعادته، يعني الآن الأردن في عنده أولوية هي الاستثمار. الآن يعني صفة الاستعجال بهذا القانون هو لتطبيق ما يسمى المعايير الدولية. نعم. الآن جلالة الملك طبعا بنشر الوضع الاستثماري في البلد. الآن لازم الطواقم المحيطة بموضوع الاستثمار يعني تؤكد على مجموعة قوانين من ضمنها الإعصار، وهلا كمان في قانون صناديق الاستثمار المشترك، حتى كمان تحفيز بورصة عمان نحكي فيها بعدين. فالمتأمل طبعا هو تأخر كثير زي ما حكيت، كان من 2005 المفروض هذا أقر في فترة سابقة لما كان وضع قبل الأزمة العالمية، كان احنا استفدنا أكثر من الوضع الحالي. لأنه شو جدوى الجدوى؟ طبعا احنا الآن
في مشاكل كبيرة بما يتعلق بالمدينين، نعم، سواء شركات أو أشخاص. للأسف اللي صار أنه أنت إذا ما قدرت تسدد ديونك كمدين، يقوم الدائن بالحجز على ممتلكاتك. ممكن بده منك 100,000، بيحجز على ملاك بمليون، يعني بيطبق موضوع الجنايات وبعزبك وبتصير مشاكل حتى لو كان المشروع ناجح. أهميته هلا أنه بيسمح للمدين إذا كان المشروع جيد أنه يعطيه فرصة لإعادة هيكلة مديونيته والاستمرار في عمله هذا المهم، مهم جدا طبعا. الشركة أو الفرد بضل شغال وقائم بالشغل طبعا، بتكمل خاصة إذا كان مشروع ناجح طبعا. نعم. للأسف ممكن يكون عنده ظروف اقتصادية ساهمت أنه ما يقدر يسد المديونية اللي تبعته، يعني حسب الكاش فلو تبعه ما يقدر يسد المديونية ضمن الأوضاع الاقتصادية. بتعرف إحنا لأن وضع جيوسياسي صعب كوضع اقتصادي، فالمدين معرض سواء كفرد او كشركه او شركه مساهمه عامه. فهذا بعطي فرصه للمدين انه يعني يعطي جدوى او يعيد تشكيل هيكله مديونيته بالتعاون مع الدائنين، حتى ممكن الدائن كمان يعطيه فلوس اضافيه اذا حس يعني انه ممكن ياخذ خط جديد من طبعا طبعا اذا حس انه الخطه اللي بده يعيد فيها جدول ديونه خطه ناجعه وتؤدي الى تدفقات نقديه مستقبليه، بيساعد هذا المدين ويبعد عنه كل المشاكل اللي معرض لها المدين في 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 نعم. حسب القانون الموجود. اذا هو قانون نعم. ايجابي يحتاج ايضا الى قوانين محيطه طبعا أيضاً. اكيد اكيد يعني أخي سعادة النائب معتز، أنت دائما جريء، يعني وصار لك فترة هيك يعني حامل لواء يعني التحفيز الاقتصادي بشكل جيد. صحيح. اليوم يعني أشرت هيك بسرعة أنه في جهات يعني لا تريد بهذا القانون أن يظهر. نعم. يعني الخبراء يقولوا مهم، أنت بتقول مهم، العالم كله بيقول مهم. ما الذي عطل الإعصار قانون الإعصار في بلدنا؟ يا سيدي بداية خلينا نوضح للمشاهد أو المستمع الفرق بين الإعصار والإفلاس. نعم. مهم جدا اليوم نعرف أن معظم القوانين في دول العالم تطبق حالة الإفلاس على شروط معينة، وقد تكون نظرة الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا إلى المفلس بتجريده من جميع أو من معظم حقوقه بالمواطن، حقوقه اللي نعم يعني الانتخاب والترشح نعم. اللي بالشركة نعم هي نظرة عميقة طبعا في حالة مادية، لأنه أنت على الإفلاس ينتج عن التعثر المالي أدى إلى عدم قدرة على الوفاء بديونه. مرحلة ما قبل الإفلاس اللي هي يعني قد يصير في خلط عند كثيرين حتى بين التجار بين النفس اللي عارضوا تقديمة القانون، نظرة المعسر إلى المفلس. يعني كيف بدي أنتقل أنا من مرحلة الإعسار أو التعثر إلى مرحلة الإفلاس؟ نعرف جميعنا أن الإفلاس قد يكون حجة قانونية واضحة للتهرب المديونية ومن لا إذا كانت إفلاس حقيقي لا يعتبر تهرب، يعتبر من حق الشرعي. بس في بعض الناس بالجولة أنا في الإفلاس الاحتيالي راح نحكي عليها. بس اليوم الإفلاس يعفي المدين من السجن، وهذا طبعا حقوق نعم. الإنسان ومعايير المتبعة عالميا. هلا الإفلاس البناء قبل ما نوصل له، هنالك حالات تنتج عن أن التعثر المالي يحتاج إلى إعادة هيكلة. نعم. يعني خبت أعطيك أمثلة كثيرة بجوز حكى الأخ سعادة الأخ وجدي. أحيانا أنت تحتاج إلى إعادة تنظيم. كيف يكون هنالك مدين لديه أراضي وممتلكات ومثلا تفوق الكاش فلو المتعثر لديه، يعني عنده ممتلكات، يعني عنده ممتلكات المليون بجوز مديون 100,000. نعم. بيحجز عليه كله. ولكن البنك عم بيحجز على المليون. طيب أنت حجزت علي، أصبحت أنا مقيد، لا أنا قادر أبيع. صح. ولا أنا قادر أشتري. نعم. ولا أنا قادر أخرج من حالة الإعصار اللي أنا فيها، بدأت أتحول تلقائيا إلى متعثر ماليا وأخضع لشروط المطالبة بالوفاء بالالتزامات، وقد نذهب إلى سجن المدين ويبيع. طيب. ويبيع الأصول بأسعار زهيدة. بس بالطرف نعم. الآخر كمان نعم. اللي بدي أحكي أنه قانون الإعصار كمان إيجابي للدائن. ليش؟ أول كان شو بحكي لك القانون، بمجرد أنك أنت حجزت على هذا الملك أو هذا البيت، أول أنت بتقدرش تبيعه إلا تعلن عنه مدة معينة أعتقد 3 سنوات، ويحق للمدين استرجاع الأصل الذي تم بيعه نعم. خلال سنة كاملة. وبالتالي مرجعية الحل حتى لجهة الدائن حتى لو كانت بنك في كثير من الحالات هي غير مرضية وغير مقنعة. يعني إحنا عندنا حالة غير متوائمة سواء على طرف المدين أو على طرف الدائن، وفي عندنا معيار اقتصادي واضح اسمه إعادة هيكلة. خلينا نسميها بالمصطلح المدني الصلح الوقائي. كيف يعني صلح وقائي؟ يعني أنا قبل ما التاجر أو المتعثر يصل إلى مرحلة الإفلاس
بدي اجتمع معك كبديل واتمتع بحماية قانونية واقول لك تعال يا عمي لك علينا هالقدة بس ما في داعي يعني عطوة اقتصادية عطوة اقتصادية وهي فعلا عطوة ليش لانه انت الاصل في الدين سيدي انه ليس قضية جزائية انا بحكي فيها دائما حتى قبل القانون نعم. الدين ليس قضية جزائية بتعرف انه كثير ناس تحبس في الـ في الـ في في السجون الاعداد الاكبر من الناس تحبس في السجون ليش جراء شكات مرتجعة لكن هل كل شك مرتجع إذا القانون صح عرفوا أنه قضية جزائية لكن أنا ما توفرت عندي نية لما كتبت الشك إني أنا بدي أنصب عليه وفرق كبير ما بين النصاب أو المحتال والذي هو القانون ما فرقوا عن المتعثر بشخص على سبيل المثال حطيت أوردر أنت شراء سيارات بالبحر ومش مأمن عليهم وغرقوا السيارات في البحر معكيش تسدد هل أنت كنت نصاب؟ أنت كنتش نصاب طيب هل أنا بدي أمسك هذا المدين؟ بدي أحطه بالسجن احنا طلعنا شو عن موضوع العسار طيب انت بعد ما حطيته بالسجن اولا طبقت عليه جريمة جزائية جريمة جنائية ما اعطيته فرصة يصوب على اوضاعه نرجع للإعسار هذا الإعسار وفر جزء من الحماية شوي نعم حتى ما نصل لمرحلة الإفلاس ولكن من يتضرر يعني انت بتقول لي في قوى القوى التضررية التي تعتقد ان بمجرد وجود قانون للاعسار ان ذلك سيكون مخرج لي عن عدم ايفاء بالتزاماتي اليك نعم. يعني باجي بقدم بموجب هذا القانون انه احنا يا عم هي ان بصير نحكي عن انه معلومات بابليك ليستد يعني الملكية الاردنية كل سنة بيرفعوا برأس مالها عشان ما يخضعوش للتصميم الإجباري وتحكم فينا نعم. أحد الشركاء الموجود بالملكية أحد الشركاء برأس المال يتحكم بالملكية يا بتشتروا أسهمي يا أنا بديش أرفع رأس المال وبالتالي بتروح للتصميم واضطروا يشتروا أسهمه أو بوعود شراء أسهم بضعف القيمة صحيح أو بدلوا له حقيقة وبالتالي يا سيدي أنت الآن أمام معضلة حقيقية إذا كان المعسر يستطيع أنه يعيد ترتيب أوراقه نعم وشفنا تجار بالتعاون ترى الإعسار موجود قانونه يطبق بس بالحالة المدنية كيف يعني بروح تاجر عند المدائنين بكون على علاقة طيبة معهم بيقول له أعطيني جدول للدفع أو أعطيني سهل لي بالآلية هل إحنا هذا الحكي نحتاج لتنظيمه بإطار تشريعي قوننته وبحيث أنه أيضا يضمن حماية للطرفين للدائن والمدين. والمدين دكتور وجدي أنا بدي تكمل وبدي أتعقب على اللي حكاه سعادة النائب ولكن يعني اليوم طب قانون الشركات مش يفترض أنه بيقدر يوفر مثل هذه الحماية ولا لا اثنين هل يستفيد الفرد المعسر يعني مش بس شركة أنا عمر مدلول طبعا شخص إذا عندك تجارة أنا بنحكي شخص طبيعي أو ذو صفة معنوية يستفيد طبعا إذا كان أنت تاجر ممكن تستفيد من هذا القانون طبعا زي ما حكى سعادته بدنا تشريع منظم لحماية كل الأطراف إحنا بس ما بتحمي المدين والدائن أنت بتحمي كمان الموظفين لأنه إذا واحد تعرض لمشكلة إعسار كل البطالة حتزيد يقدر يفنش كل كمان مساهمين الشركات إفلاس أظن حتى الرواتب طبعا مساهمين الشركات نفسها خاصة مساهمين الشركات المساهم العامة أنت المساهم كان بدك تحفظ حقوقهم بدك تيجي التشريع أنه يساعد هذا المدين على الاستمرارية إذا عنده طبعا بوتنشل يعني إحنا بنحكي كبزنس هلأ في بعض البزنس يعني بعض الشركات ممكن ما يكون عندها مجال أنها تستمر ومستقبل هاي ممكن تتحول لموضوع إفلاس ونمشي بالقانون شغلة تانية القانون مهم جدا المصارف لأنه المصارف هي أكبر دائن بالبلد يعني المصارف كمان يعني مش تكون المصارف تكون جهة تشد عكسي لا لا, هذا القانون. لا أكيد حتشجعه ليش لأنها بدها تجنب تأخذ مخصصات ديون معدومة بيساهم في تراجع أرباحها وبالتالي هذا بينعكس سلبيا على نتائج البنوك فهو مهم جدا للمصارف مهم جدا للموظفين مهم جدا للمساهمين فكل الأطراف مجتمعة ستستفيد من وجود تشريع ينظم عملية الإعسار المالي وسماح لفرصة للمدين بأخذ فرصة وسداد كل الأطراف الدائنة يعني هو عمليا وكأنك بتقول انه يعني قبل ما نحكم عليه بالاعدام الاقتصادي لا طبعا اكيد لازم تعطي فرصة طبعا بدك تعطي فرصة اشتراطات. لازم ما حكى اذا كان عنده اصول عنده اراضي عنده عقارات تزيد بشكل كبير عن المديونية لازم تعطي فرصة لا. لانه ممكن هذا الزلمة يتعرض لموقف فانت بدك تعطي فرصة حتى يستمر ويسدد كل الاطراف المعنية بدل ما تحجز عليه وزي ما حكيت تخرب بيته وتوعه بالسجن بدون اي كنا نحكي قبل الهوى معتز بيك عن كيف يمكن أن يعني أنت قلت هذا جزء من حزمة التحفيز الاقتصادي نعم هذا القانون كيف بده يرفع من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني نعم بيحفز ولا نعم يا سيدي بشكل عام المستثمر
يبحث عن بيئة آمنة، بيئة آمنة لاستثماراته. ببحث دائما عندما تضع معايير الدراسة، هناك دراسة فنية هل تتوائم الأسواق بالعرض والطلب، ودراسة مالية، دراسة مالية حجم الاستثمار المطلوب، العائد على هذا الاستثمار، هل الأسواق مجدية لتحقق هذا العائد. ونقطة ثالثة مهمة اللي هي الإكزيت بلان. طيب أنا دخلنا هذه الأسواق، هل تستطيع الشركة اللي دخلت هذا السوق ما توافقتش خلال فترة تجريبية السنتين الأول، سنتين أو ثلاث سنوات، ما هو مخاطر الخروج من الأسواق؟ نعم. هنا عندما يشعر المستثمر أن هنالك قوانين راعية للاستثمار حقيقة، وقوانين غير خلنا نسميها متقلبة، بالتالي أنا مليون بالمليون بصير أشعر أني في أمان من حيث أن رغبتي في استثمار. بعد النقطة الثانية في قانون الإعسار، أنت مش مضطر تودع تكون ملاءتك المالية من حيث يعني تغطية مديونيتك أو تسميها الاقتراض اللي أنت بدك تنمي عليه مشروعك تزيد أو تفوق، زي ما بتعمل بنوك اليوم. البنوك اليوم بتروح عليه بدك تأخذ تعمل مشروع بخمسين ألف برهنك بيت بمئتين ألف. طب يا عمي أنت يعني إذا ما عنديش بيت مئتين ألف مش يقول لك لا. أصبحت نظرة البنوك للأسف، معظم الدراسات التي تقوم على إعطاء القروض غير مهنية أو غير فنية. ليش؟ لأنه بقول لك خلاص أنا بمجرد أنه هذا الزلمة ما سددنيش بأخذ هالبيت بحجز عليه وببيعه. طيب وأين نمي الاقتصاد؟ بس أنا بدي أحكي بنفس الإطار ننتقل لرؤية حقيقية حول اقتصادنا اليوم. طيب إحنا لو سألنا حالنا اليوم ما هو الاقتصاد الذي بالفعل غير مغطى، لا بدي أسألك ما هو الغير مغطى بضمانات، وهل هذا الاقتصاد اليوم معيق للتقدم؟ نعم هو معيق. في عندي أنا ما يزيد على المليار ومية وتسعة وستين مليون شيكات مرتجعة. تعريف الشيك المرتجع هو الشيك الذي لا يوجد فيه رصيد. شك بدون رصيد ماذا يعني؟ يعني أن هنالك تداول وهمي مالي بقيمة تصل إلى ما يزيد على 15% من مجمل الناتج، عفوا مجمل الاقتصاد الوطني، وعبارة عن خلينا نحكي 5% من الناتج المحلي. يعني إذا كان عندي أنا الناتج المحلي 27 مليون أو 29 مليون أو عندي مليار شيكات مرتجعة، إذا علينا هنا أن نقف ونعيد النظر. ليش نعيد النظر؟ شو اللي بيخلي الشيك يصير مرتجع؟ هو عدم الوفاء بالالتزام. لماذا نتج عدم الوفاء؟ لأنه أصبح هنالك خلينا نسمي شراء فائض عن الحاجة بشكل عام، شراء على شيكات آجلة الدفع. يعني بروح التاجر على بائع الجملة بيقول له هاي شيكات بقيمة 100 ألف لعشرة مؤجلة لعشرة أشهر. طب أنت أعطيته هذه الورقة قيمتها 100 ألف، التاجر دخل في موازنته في ميزانيته إني أنا عندي 100 ألف، بس هي بالحقيقة طب ورقة. الإعسار شو بيفيد؟ بس طبعاً هل أنا بحكي على أنت سألت إنه القوانين التي يجب إنها تتغير تتوائم مع التطور. هل أنا بس بجاوبك على هاي المئة ألف هذول أخذهم التاجر اعتبر أنهم أصول حقيقية، بالحقيقة عبارة عن ورقة لا يوجد لها ضمانات أو ريزيرف في داخل ال خلنا نحكي البنك أو المعير. هنا أصبحنا نعاني أمام حالة تقود إلى تسرع البائع في أنه يعطي بضاعته على شيكات مؤجلة، بأنه بيعرف أنه أنا بس يرجع الشيك بدي أروح أحبس المدين. طب ما أنا صار عندي قضايا في السجون وفي المحاكم، صارت تشكل عائق حقيقي بالتطور الاقتصادي. معناته أنا لازم أرجع لجملة من أمن العقوبة أساء الأدب. معناته أنا ليش أحط عقوبة على هذا الشخص اللي أنا بعرف أنه ما عنده قدرة أنه يوفي بالتزاماته اتجاهي؟ لا بالعكس، أنا بطع قانون للإعسار علشان التاجر، وركز معي هاي الجملة، والبنك قبل ما يعطي بضاعته أو قرضه يكون على ملاءة من الشخص اللي قباله. يعني هو بيرفع درجة الاحتياط 100%. أنت لازم بتزيد الاحتياط معناته أنا أصبح اقتصادك أكثر حقيقة، أكثر أمانا. يعني خذها مثال، خلني أحكي بعمية واحد بالبيت عنده ابنه بقال له يابا بدي أعمل مشروع، بجوز هو كأب عارف قدرات ابنه، بدل ما يعطيه 100 ألف دينار ويروح يعني مثلا بجوز بجرب 20 بجرب بمبلغ أقل. هنا إحنا هذا اللي بدنا نقوله للبنوك، الطمع مش هو الصح. أنت عمالك حريص انه يصير في شيكات عقوبه على الشيكات، لكن تاكد تماما لو انا بعرف كصاحب بضاعه او تاجر انه انا شكي ما راح يحبسك،
بكره مش راح اعطيك الا حاجتك. صحيح. راح اخاف ان اقول او على الاقل بدي اتاكد من ملاءتك. بالتالي بتحول الاقتصاد من اقتصاد وهمي غير مغطى بماليه حقيقيه لواحد لا بقول له بدل ما توضع ب 100,000 خذ ب 10,000 وبس تسددهم. وهي بالسوري يعني بسمع السوريين عندهم مبدا الاسبوعيه كنا نسمع عنهم بقول لك احتياج الاسبوع بتيجي ناس وتدفع لي مصاري. بضل السوق نشط، الاقتصاد حيوي، اقتصاد حقيقي. هلا الاعسار على الجانب الاخر ما تحدث بس عن الشيكات، تحدث عن الملاءة الماليه، عن ارتفاع خلني يعني ازدياد الدين او المديونيه عن قيمه قدرتك على السداد النقديه. نعم. وبالتالي انا كمان لما اشعر ان المعسر عنده اكزيت بلان يقدر انا يتعاون معي ببطل احاول اغرقه بالدين. صحيح. وهذا اللي انا بحاول اليوم نتعاون معه. نعم. نعم. هذا حكيناه بغرفه التجاره وغرفه الصناعه دائما نحكي، والحمد لله اليوم يعني خطوه في على الاتجاه الصحيح. دكتور ايضا يعني في هذا الجانب هل نحتاج الى قوانين اخرى للتعديل؟ هل هذا يعني قانون الإعسار مش ممكن يصطدم مع نصوص قانونية أخرى أو يضارب؟ أنا أتوقع الحكومة يمكن أخذت هذا بعين الاعتبار قبل تقديمه لمجلس النواب. طبعا هلا المناقشة بالمجلس أتوقع حيكون في تحفظات على بعض البنود، احنا أنا ما طلعنا على تفاصيل القانون. نعم. حتى نحكم عليه. تنساش أنه كمان بدك في ناحية قانونية بالقانون، موضوع المحكمة، موضوع القاضي بده يعطي هذا يعني يوافق على الإعسار، يعني ممكن المدين يقدم حاله أنا بدي أصل لمظلة الإعسار، أو الدائن يقدم إذا حس أنه في هذا ظروف طلب أيضا يكون في غرفة قضائية مختصة. طبعاً في كل شيء أتوقع هذا كله حيكون تخصص، في حتى وكلاء إعسار خاصة الأجانب، لأنه هلا تنساش أنه في شركات أجنبية بالبلد، في وكلاء هون بده يعاونوا كمان يحلوا مشاكل الشركات الاجنبيه الموجوده في البلد. ففي تفاصيل كثيره تكنيكال فنيه في موضوع الإعسار، العوائل على الاقتصاد وعلى الاستثمار. طبعا هلا زي ما حكينا موضوع الاستثمار، هلا انت روح على منطقه ثانيه دبي في ستاندرد خلاص بتروح تستثمر 48 ساعه بتاسس شركتك تمشي. للاسف هون احنا مشاكلنا بالقوانين الاستثمار انه بيطرحوا مبدا او بيطرحوا قانون ويتاخر كثيرا، بتكون اوريدي الدوله الاخرى ماشيه فيه، فانا كاردني او كمستثمر اجنبي بروح على دوله ثانيه، يعني ما بدي ادخل بهذا الهدك او المشاكل اللي بتواجه المستثمر هون في الاردن. موضوع الاستثمار مهم جدا، يعني موضوع يعني في عده قوانين مفروض تمشي فيها حتى نقدر نشجع المستثمر الاردني والمستثمر الاجنبي يدخل البلد. للاسف القوانين الموجوده حدا يعني حتى لو انها متقدمه لكنها ما بسميها قوانين طاردة للاستثمار وليس جاذبة للاستثمار. وعلى عكس في أردنية كتير بيستثمروا برا مفروض نشجعهم. اليوم الأردني الأول في سوق العقار في دبي، العاشر في تركيا طبعاً. يعني وكاننا بنصدر أموال يا صديق. فأنت لازم تشجع المستثمرين بقوانين الإعسار، بقوانين صناديق الاستثمار، بعدة قوانين اللي ممكن تخلي الاستثمار الأجنبي قبل الأردني مرتاح ويستثمر بدون أي مشاكل. بعدين أكمل بس على نفس السؤال، مهمة هاي المعلومة متصل. أنت اليوم بدي تفرق ما بين الاستمرار والإعسار. هلا الإعسار شو وجود قانون للإعسار بتيح لي أنا أو بتيح للتاجر تعرض لهذه الضائقة المالية بظل هذا القانون إلى استمرار واستئناف عمله، زي ما حكينا إعادة هيكلة للديون، اجتماع مع الدائنين، تقسيط المبالغ، يعني طرح حلول واقعية ومنطقية. نعم. في ظل عدم وجود هذا القانون الإعسار يؤدي إلى الإفلاس. يعني عندك حالتين، حالة أن واحد متعثر نوديع الإفلاس وبالتالي هذا يعني يعطل، ولا نساعده وندير بالنا عليه، أم إننا نحوله إلى فرصة أخرى. طيب في يعني في ميزة أخرى بقانون الإعسار أنه هناك اقتراض جديد. كيف يعني؟ يعني بجوز أنت بتروح اليوم على بنك، أول سؤال بسألك إياه لما تكون تأخذ قرض في ديون على بنوك أخرى، بخاف خايف تأخذ المصاري منه تروح تودعها، وهذا اللي بيسووه كثير مواطنين، بروح على بنك بسحب بضائق بروح. يا عم أنا بدي أعمل لك قانون أنظم لك هذا الأمر. إذا اقتنعت أنا أن إعسارك أصبح هو نتيجة مثلا تفاعلات السوق، تعرف سوق أمانات عندك بضاعة في كسر زي اليوم حصار يعني سوريا مسكرة، العراق مسكرة، قديش في تاجر اليوم بيضطر يبيع بضاعته بنص السعر لانه اجى موعد الوفاء بالالتزام ومش قادر يوفي. شو خطورتي انا كاقتصاد وطني اذا البضاعه نزل سعرها عن حد التكلفه؟ انا بقول لك شو بصير، بمجرد انه اصبح السوق غير صحي، يعني بضاعه تباع باسم التكييش، تسمع عن مصطلح التكييش؟ صحيح. سمعت عن السيارات والشوبك ممتاز. هذا التكييش شو سببه الحقيقي؟ ان التاجر بده يسدد التزام عليه. طيب لا انا يا سيدي اذا انت يا تاجر اليوم بديش ادير بالي عليك وبدي اعاملك وكانك انت يعني على المؤاخذه
الخصم وأحط كل القوانين أصوبها اتجاهك علشان أمنعك من التقدم والتحسن، معناته أنت تحكم على المريض بالموت. لا، أنا اليوم بدي أوجد قوانين أكثر شرعية أكثر منطقية، أوزع الريسك أو الخطر بحقيقة ما بين الدائن والمدين. كمان الدائن وخاصة لما يكون بنك بحقق أرباح هائلة، يا أخي كمان أنت جزء من المسؤولية الوطنية اللي عليك، أرباح اللي بتعملها هاي أنك أنت ما تكونش العصا التي يعني أشدد فيها وأغلط فيها على المواطن اللي هو أصبح مصدر الإيراد الحقيقي للأردن. نعم. إحنا من وين الاقتصاد؟ من جيبها المواطن. كمان القانون يصير ضده، بالعكس أنا لو علي بطالب بعدم جوازية حبس الشيك للمدين، إلا إذا كان الشيك عبارة عن جريمة جزائية ولا تتعلق فقط بحالات النصب المتعمد. يعني بأي قضية جزائية سيدي اليوم القاضي يحكم بمفهومين، مفهوم مادي اللي حصل الفعل اللي حصل، مفهوم معنوي. الركن المعنوي يتعلق بالنية. طب إذا أنا لما اشتريت منك بضاعة ما عندي نية. خلينا يعني أيضا أنا بدي إضاءة منك إنه هل نحتاج إلى تعديل قوانين أخرى؟ اثنين، ممكن بموضوع الشيكات إجا القانون، هل قوانين الضريبة يعني مع الإعسار بتشل السوق؟ بالمناسبة في عندنا تعديل الآن قانون الجمارك، قانون الضريبة، الشيكات، قانون الشيكات. لكن اسمح لي معتز بيك بعد الفاصل. طبعا. مجددا ارحب بكم اعزائي المشاهدين وارحب بضيفي سعاده النائب معتز ابو رمان والدكتور وجدي مخامري. كنا قد انتهينا، ويعني بدي اتاخر على الدكتور وجدي، القوانين المطلوب يعني هل هذا القانون بده يتطلب بيئه تشريعيه ايضا تتغير حواليه؟ شو ابرز القوانين اللي لازم حتى يكون هذا صديق القانون؟ وابرز التخوفات دكتور وجدي، شو القوانين اللي بنطورها اخي معتز؟ يا سيدي احنا اليوم خطة تحفيز الاقتصاد اللي تعلنت عنها الحكومة للسنوات الأربعة القادمة تتحدث على نقلة نوعية خلينا نحكي بمفهوم تطوير بيئة الأعمال. بيئة الأعمال هي القطاع الخاص. نعم. تطوير مفاهيم الحوكمة الرشيدة والشفافية، من ضمنه قانون الإعسار ترى هو من أحد مسبباته وأهميته أنه هو بيعطيك حوكمة في مجال المديونية. نعم. وفهم القدرات المالية. ونقطة حكينا قبل شوي تطوير قانون الجمارك، يعني لا يعقل في أي دولة في العالم أن يكون قانون الجمارك الإدعاء العام للموظف الجمركي مش قاضي ومش متخرج من مؤسسة حقوقية ولا يمتلك عدم المؤاخذة صفة خلينا نحكي القانونية أو التمكن القانوني من كإدعاء مدني. وأنت الآن لا ما وقفت أضرب، هي هو 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 بيحرك القضية عليك وأنت عام جمارك. أنت يعني من ضمن القوانين اللي بدي أحكي فيها يعني بنفس كبير بأن المستثمر في الأردن لو علم بأنه إذا أودع بضائعه في المنطقة الحرة الزرقاء على سبيل المثال، مستثمر بده اليوم يبيع للعراق أو لسوريا أو يستفيد من منطقة الحرة اللي إحنا بنتغنى وبنحكي أنه بنتطور خلينا نحكي ميزان الصادرات وحط بضاعة المنطقة الحرة، إذا تعرضت هذه المنطقة الحرة للسرقة من قبل لص أو عصابة أو رغم أنها تعتبر حرم حكومي أو حرم تابع لحراسة الدولة، من الذي سيعاقب؟ تأكد أن الذي سيعاقب ضمن القوانين المرعية حاليا هو صاحب البضاعة. هذا الإشي اللي بيخليك كمستثمر تتحول بلحظة وضحاها من شخص إجا يستثمر في البلد يحط بضاعته يعمل مصنع، خلينا نحكي مصنع معسل على سبيل المثال أو دخان. تخيل لو أن هنالك أصابة متخصصة موجود سطط على المستودع، كسرت القفل، حرقت الشبابيك، نط من الشباك، هربوا البضاعة هي أو جزء منها، على من يحرك مدعام الجمارك؟ على صاحب المستثمر. شو 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 اسهل عنده اسهل اجراء يسويه؟ صحيح. انه يهاجم المستثمر. وانا بحكي اليوم لمعالي وزير الماليه من خلال قناتك الاردن اليوم، اذا اردت فعلا ان تحقق بيئه جاذبه للاستثمار عليك بخلق
اقتصاد حقيقي يبنى على تشريع يؤمن الحماية للمستثمر، وليس أن تحوله بلحظة بليلة إلى خصم. وهي حالة يا سيدي الجمارك، قلنا قانون جمارك. تتكرر هذه الحالة اليوم لدى معظم المستثمرين كثيرة. في المناطق الحرة. نعم. فأنت لأنك سألتني فتحت لك طريقتي. هاي الجمارك. بتقول لي كيف بدنا نطور المنظومة؟ الجمارك. المنظومة يجب أن تمشي باستابيليتي، باتزان نحو تطوير بيئة الأعمال تصبح جاذبة للاستثمار. أنت قلت أشرت على الشركات، بدي أحكي على الشراكة في القطاع الخاص. طبعا القطاع الخاص أنا بدي أشارك لي، بس ما يتغول عليك حكومة. الحكومة كمان لما تتعامل مع القطاع الخاص ما تتعامل على نظرية من هو حاول الاستفادة الأكبر، لأن والله المستثمر ولا لا. حط شراكة شريك. اليوم أنت بتروح على الإمارات العربية، على دبي، تيجي على قطعة أرض صحراء منيح، في خطة 10 سنوات بنقل البحر بقنوات داخل الأرض، ولا هو صار جوا الصحراء، بقسم هاي الأرض ضمن شوارع وانفراستراكشر وبيعمل بنية تحتية. بعد ما ينهي كل هذه العملية بيجي عليك كمستثمر بيقول لك أي قطعة أرض بدك تختار وكم طابق بدك تبيع على بالسماء. تعرف أنه ببيع قطعة الأرض لا علاقة بكم طابق بدك، يعني الهواء نفسه ببيعه مش الأرض بس. إحنا بالأردن لا، بيجي على المستثمر اللي له يعني خلينا نسميه موازين ثقال، بدناش كلمة ثانية، بيجي بيقول له تعال يا مستثمر، أنت جاي من طرف سين من طرف صاد، قطعة الأرض هاي تكون عبارة عن جنة على الأرض، بيحول له إياها بيأجره إياها بدراهم معدودات، بعطيه أرض الدي سي. والدليل إنه لا حتى حدائق عمار راح. اسمع حدائق، بقول أرض الدي سي هاي يعني أنا مطلع على قضية من نعم. هالنوع، ولا هو أخذ الجمل بما حمل وبخلى للأردن الفتاة. وبالتالي يا سيدي إحنا صح إيجابيين ومطلوب نكون إيجابيين، وأنا مطلوب أنا كرجل جنة. وطني وكنائب بحب الأردن بحب بلدي إني أتطلع بإيجابية إلى خطة التحفيز الاقتصادي. نعم. لكن أيضا أنت كمان كحكومة بدك أنت تخلق عندك الواعز الحقيقي لحماية موارد الوطن. نعم. من أن تضيع بأسباب صحيح. يعني طيب أنا بدي أحكي دكتور وجدي اليوم قدي يعني أخي طعمي ربابعة، كنا بنحكي في سؤالك قبل الفاصل، يعني هذا وكأنه ألا يخشى أنه يفتح مجالا للنصب للتهرب. نعم. يعني هذا القانون كمان في أعراض جانبية. أو صديقي لازم المدين لازم يكون عنده زي ما بسموه كريديبيليتي أو كريديت هيستوري، يعني بنشوف وضعه. يعني هلا في مدينة زي ما حكي ممكن يستغل هذا القانون لتعطيل إجراءات التقاضي. أنت الإفلاس الاحتيالي. إفلاس احتيالي إنه ممكن يستغل هذا القانون. يعني لازم يكون هناك في ستاندرد أو معايير حتى نشوف هل هذا طبعا القاضي هون اللي بحكم على هذا المدين، هل هو عنده خطة وعنده هيستوري إنه ممكن يقوم بعمل أو عنده خطة جديدة لسداد دينه، أو هو يستغل هذا القانون فقط لتضييع الوقت وضياع حقوق الدائنين. فممكن موضوع الإفلاس أو ممكن حد يستغل هذا القانون الضرائب. زي أي قانون ممكن حد يستغله. يعني لما نشوف اليوم الضرائب والقوانين الضريبية التي شلت كثير شغل من الأسواق. طبعاً. يعني طبعاً. غرامات على الضريبة ثلاث أضعاف أربع أضعاف. طبعاً. كيف أنا من هون بدي أحكي عن إعسار واستثمار وكيف بحطون قانون ضريبة مشدد؟ ويعني ما هو للأسف الحكومة ما بتعطي قوانين متوازية، بتطلع قانون لأغراض تحصيل وبتطلع قانون تاني لمساعدة، ففي هناك ممكن يكون تناقض أو عدم سوية بالقوانين، فلازم هناك يكون توازن حتى نصل لتشجيع الاستثمار وخلق حالة من الاستثمار اللي نشجع فيها، لأنه زي ما حكيت إذا ما في استثمار في البلد ستبقى الحكومة تعتمد على جيب المواطن، وستصل لمرحلة يعني خلص المواطن مش هيقدر يدفع في جيبه. الاستثمار هو الحل، خلق فرص عمل، تشجيع استثمار أجنبي، تشجيع استثمار محلي بهذه القوانين. هو زي ما حكينا القانون الإعسار هو محطة لوضع الأردن على محطة المعايير الدولية، ولكن يعني ولكن كمان لازم هناك قوانين، قوانين أخرى. طبعا قوانين أخرى تساعد هذا القانون ما تعطله. نعم. لأنه إذا في قانون تاني في بند مثلا بقانون مراقبة الشركات يعطل موضوع الإعسار لازم يكون التباحث. يعني أتوقع المجلس لازم يشوف الحزمة كلها مع بعض، الحزمة كلها قانون كلها طبعا. نعم. زي ما حكيت لك في ناحية قانونية مهمة جدا في هذا القانون، فعشان هيك لازم اللجنة القانونية في المجلس يعني تنظر بموضوع القانون، لأنه ما بدك حدا يستغل هاي الثغرات لتعطيل الاقتصاد والاستثمار. يعني بدك مالية وبدك قانونية طبعا. أخي معتز اليوم قصدت الفلاس الاحتيالي
يا سيدي في كم والضرائب يعني كيف بدك تشد على الناس بالضريبة وبتقول لي بدي اعمل والله احفز الاستثمار كما هو في اي قانون سيدي. هلا الإشارة الضوئية الحمراء معروف انه بتجاوز الإشارة الحمراء بده يدفع مخالف الإشارة الحمراء. اذا في شارع جانبي ودخل منه بجوز انه القانون منصش انه شو بده يصير لما يدخل شارع. لكن يجب على ضابط الشرطة ولا اللي بشوف السيارة عم يقول له تعال انت قطعت الإشارة الحمراء بس انت مشيت من خلينا نسميه السيرفيس رود. في كثير من الحالات يساء إلى المنظومة القانونية من خلال التسريبات أو من خلال خلينا نحكي تضارب القوانين بيلاقوا فيها نفاذ. وهذا سيدي جزء من الحياة التشريعية. يعني بنحط التشريع أحيانا بيحصل بعد ممارسة بعد سنة تعديل للقانون. ما بدنا نتخوف اليوم من المخاطر اللي تتعلق بالإفلاس الاحتيالي أو محاولة استخدام كنصب اعتيال عشان أي قانون قابل للاحتيال يعني نطلع على القانون أنه في مجال دعم المحرك الاقتصادي. بس بدي أحكي على الضرائب قبل ما تقول لي بالضرائب وخد هذا الجانب بطريقة الأول بنحط قانون عسار بدنا نحفز الاقتصاد نحفز الاستثمار ثم فجأة نفجر قنبلة أموال الضمان والصندوق الاستثماري للضمان. هذا أكبر صندوق سيادي في الأردن. إذا الناس بدها تقلق على هاي المصاري ما حدا بيجي. فيعني قل لي عن الضرائب وقل لي عن أموال الضمان تحديدا أنكم مقبلين على نقاش. سيدي بدي أختصر موضوع الضرائب عشان بدي أحكي أهم عن الضمان. الضرائب يا سيدي الحكومة للأسف تؤمن بفرض مزيد من الضرائب. هذه المعادلة يجب أن تتغير من فرض الضرائب إلى تحصين التحصيل الضريبي. نعم. في فرق بين انك انت تفرض علي ضريبه ب 10% زياده و 5% على المستوردات عن تحصين التحصيل ومن من تحصل. هذا هو السؤال اللي يجب الحكومه تفكر فيه. انا شو بدي بضريبه بفرضها وبالنهايه عمال تراجع في تهرب هو في تهرب وتراجع في التحصيل الضريبي. احسنت. ليش؟ لانه انت تخفيض الضريبه هلا الكل انت فرضت الضريبه بثلاث اشهر بعد اذن الاستاذ معتز بثلاث اشهر لم نخلص إلا على ما يقرب 35 سيارة هايبرد. صحيح. وأصبح اليوم المواطن صار يتجه إلى إيش؟ لسيارة الكهرباء. لسيارة الكهرباء. طيب بكرة الحكومة راح ترجع وتقول يا عم طب أنا الكهرباء. لا أنا كنت أربح بالبنزين. الحكومة شوف كيف بتفكر. فالحكومة مش زي وزيك بتفكر هي براحة المواطن ونقطة. لا هي بتقول لك كيف أنا بدي أحصل من منظومة الجمرك والضريبة إيرادات أغطي فيها بغض النظر المواطن وين اتجه. طيب أنا لما أنت تعتمد تغلي علي الهايبريد وتغلي علي البنزين أنا بتروح على الكهرباء. إذا رحت أنا على الكهرباء شو بده يصير في حالتك أنت كازياتك والبنزين اللي أنت مبسوط عليه بتربح منه راح يروح اليوم البنزين بربح ما في شيء يعني ضريبة خاصة بتربح. أما سيدي موضوع الضمان الاجتماعي وهو وجع كل مواطن الصراحة والمساس بأموال الضمان الاجتماعي أنا بعتبرها جريمة بحق الشعب لأن هذا مال عام وليس بمال عام مش مال حكومي هذا مال الناس هذا مال المواطن. المواطن بجوز إنك تخاطبه بأي لغة حوار أسعار ممكن يستعملها منك. أما وقت أحكي له تقاعدك اللي أنت اشتغلت عليه لسنة 55 أو 60 حسب تقاعدك المبكر أو لا إنه في مخاطر عليه. أنا شوف بدي أكون واقعي وأنا رجل يعني ما لا ليس لي عاطفة بالاقتصاد يعني بحكي الصحيح ما يعني يرضي ضميري. تخوف بأنه أموال ضمان بدها تفلس لا هذا الحكي مش موجود. لكن أنا من إيش بخاف سيدي؟ أنا بخاف من سوء استثمارات أموال ادخار الضمان. هذا سينعكس في المستقبل على الدراسة الاكتوارية سنوات السداد. الأردن اليوم مقبل على مرحلة قادمة مرحلة بتحكي أنه بدل ما كنت أنا أجمع مصاري وأحط بهالرصيد أصبحت الآن أنت بدك ترجع بالالتزامات بدك تعطي للمدخرات. مرينا بالضمان بمراحل متعددة وأخطرها الآن. إيش هو خطورتها الآن؟ الحكومة تؤمن بأنها بعدما أعسرت وجهها طرق الاقتراض وأصبح التصنيف الائتماني للبنوك بي بي بلس واللي هو يعتبر تصنيف غير إيجابي. ليش؟ لأنه ما بيمتعني أنا كدولة أني أقترض على سقوف متدنية من الفوائد. آخر قرض بدي أنبه اقترضت الحكومة الأردنية لم تقترض بمثل هذا الغلاء 7.83%. نعم. يعني اليوم أنت عشان تعمل دكان صغير لابنك بتروح على البنك بتقول له شو نسبة الفوائد بيعطيك 8%.
الحكومة يجب أن تقترض بهذا الرقم حتى الأقصى على العملة الصعبة الدولار ده يزيد عن 2% و 2% كثير صح 2% يعتبر اليوم كثير. أخذنا على 7.8 لما بتحكي على 7.8 يعني اقترضت الحكومة مليار المليار فوائد وخدمة الدين عليه 5 أو 78 مليون دينار بالسنة هذا رقم لازم أنا أطلع وأفكر الحكومة شو إجت يعني تعمل حالها يعني خلينا نسميه تذاكى اجت على اموال الضمان الاجتماعي طيب بدل ما الاموال هذه يساء استثمارها وفعلا للاسف عندنا سوء استثمار لكن الحجه هو ان الغايه لا تبرر الوسيله الاصل ان يكون استثمارك سيادي يحقق منفعه ماليه وإيران طويلة المدى وربح يعني جيد بسموه عائد على موال الاستثمار تكون مرضية نعم. شو العائد اللي بحققه موال الاستثمار والضمان الاجتماعي بيوصلش 2% أو 1.5% هم بتحججوا انه بروحوش على اشي ريسك سيدي مش هذا الصعيد بالعكس هم عم بروح على الريسك هو بروح على السندات بروح على الأسهم بروح على الأسواق المالية ولو أراد الضمان اليوم وقال بدي أبيع أسهمي شوف قديش حجم الخسارة ممكن يخسرها ترك الفوسفات والبوتاس شركات الكهرباء والمشاريع السيادية لم يستثمر في الطاقة حتى اللحظة البديلة ولا قرش شركة توليد الكهرباء كنا بنستنى بس عدم مؤاخذة يجينا مستثمر خليجي سعودي شركة سعودية مع احترامنا كل دول الخليج العربي وقام بشرائها بقديش 130 مليون واليوم قديش بتسوى شركة توليد 785 مليون طب لماذا الضمان ما إلوش الضمان لما يكون في أرض واقع بيروح يشتريها يكون في مشروع عدم مؤاخذة مش مجدي بيقدم له بضغط الحكومة في مشاريع كمان نعم. دخلت بضغط الحكومة بدي أوصل بس النتيجة الأخيرة معلش قطلت عليه هنا الحكومة شو إجت قررت قالت خليني أعتمد مبدأ التأجير التمويلي وأستفيد بطريقة غير مباشرة تحت مسمى استثمار من أموال الضمان الاجتماعي ب2% و1.5% يا سيدي وحتى لو 5% هنا أنا بشعر بخطر ليش؟ لأن الإثكس في التعامل إني أنا كحكومة ما بدي اليوم أحول مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى بنك أو بانكر لإلي دائن لإلي يغطي لي مشاريعي واستثماراتي اترك أموال الضمان إذا بدك تخدم الضمان بشكل صحيح بتشكل هيئة استثمار واعية عندها قدرة إنها تختار المشاريع نعم. السيادية في الوطن نعم. يعني مشروع اتصالات مشروع اتصالات مش محقق مصاري نعم. ليش يروح لشركات أجنبية صح. وين ضمان الاجتماعي ما يحط مصاري بالمطار ليش بشركة فرنسية صحيح. هذا يعني أن هنالك فرص استثمارية لكن للأسف لا توجه الاستثمارات إليها وبالتالي شو صار معي هذا اليوم أبو ديع الملكية ما أنت هاي خارج 1% وأحيانا أقل ولو أخذنا القيمة الحقيقية للأسهم والسندات والله أنا خايف أن يكون على مدى 17 سنة هنالك خسائر طيب. دكتور وجدي كيف تقرأ صندوق الاستثمار وضع الحكومة يعني التخوف اللي قاله أخونا معتز أنه بدهم يقترضوا يعني للأسف صندوق ضمان صندوق الاستثمار الضمان الاجتماعي ضيع فرص كثير نعم. احنا كنا دائما منطالب انه يعمل اوت سورس يجيب احسن شركة عالمية يعطيها مبلغ من المبلغ ضمن تارجت معين ضمن معايير معينة ضمن ريسك محدد ويستثمر يعني حتى موضوع الاستثمار الاجنبي لو استغلوا الضمان حط جزء من هاي الفلوس برا كان حقق ايرادات جيده خاصه بالتربل اي سندات او ببعض الاسهم البلو تشيبس الامريكيه يعني طلع المؤشر بشكل كبير يعني لو عمل هذا الشيء كمان حقق ايرادات اضافيه احسن ما هو الان حاط القانون يمنعه انه يستثمر لا ما القانون بتعدل ما في اي مشكله القانون يمنعه ايش يمنعه يستثمر القانون ليش لا مناش برا خلينا جوا لا كان في فرصه انه يستثمر يعني احد احد انه كان بده يستثمر 250 مليون يعني وصل بالسفارات لا غير السفارات الاستثمارات البنك اللي رفعوا عليه لكسبناه فيما بعد الاستثمار كان خارجي كمان. طبعا فاحنا بنطالب انه يكون في استثمار واعد ومنوع طبعا ما يكون زي ما حكينا انا والله خايف ضمن الظروف وحاط فلوسي باخذ 2 3% والسوق المالي طبعا متراجع هذا طبعا على المدى بالمستقبل حيأثر على التزامات الضمان التزامات الضمان يعني كل فتره الضمان قاعد بيزيد الاشتراكات ليش بيزيد نسبه الاشتراكات لانه خايف انه ما يقدر يغطي بعد فتره العائد اللي لكن الوضع مش مرتاح له لا مش مرتاح له الوضع الان كويس فبالتالي بيرفع الرسوم بس هذا عم بيسبب ازمه للاقتصاد والشركات ولاصحاب العمل الوضع الان كويس ولكن على الدراسات الاكتواريه 15 20 سنه راح الضمان يواجه حتى نسبة اذا ما غير سياسه الضمان 22.5 يعني رقم لازم تغير سياسه الاستثماريه
لازم نعمل اوتسورس، لازم نجيب بنك عالمي نعطيه جزء يستثمرها بضمن زي ما حكينا معايير وخطط، حتى كمان احنا نتفاعل مع الاستثمارات الموجوده في العالم. صحيح. ما نضلنا مقتصرين انه الاردن ومشاريع فاشله وهذا الحكي، لا هذا الحكي لازم يتغير. سياسه الضمان كمان الحكومه زي ما حكى ساعته مفروض ما تقرب على فلوس الضمان، هذا خط احمر، مفروض الحكومه ما اي مشروع فاشل او اي استثمار او تمويل تلجأ فيه للضمان، لانه هاي خط احمر، مفروض يكون في اداره حرفيه للاستثمار ونعمل زي ما حكيت اوتسورس لبنك اجنبي يقدر يستثمر بعوائد ايجابيه افضل. طيب. من هيك اخي معتز، خلينا عشان يعني نختم الحلقه هيك ب يعني بدنا نتحركش فيكم، يعني انا اللجنه الماليه اليوم شفنا اقبال حكومي على نهش ما في جيب المواطن بشراسه، مقابل يعني ليوني نيابيه بتاخذ العقل ولجنه ماليه يعني انعم من هيك ما في. نعم. يعني بتيجوا عندنا بتحكوا بخشونه، تحت القبه بتحكوا بليوني. هو التعميم يعني التعميم دائما لا بدي اعمم عليك انت اول اللي انت وافقت على الموازنه وبالتالي اطلقت. لا لا هو حجب باللجنه الماليه خربت وقعت. لا بالموازنه ولا باللجنه ولا باي باللجنه الماليه وقعت. انا ما عندي الحمد لله الا هذه النقطه اللي بتواجه فيها. طيب. اني انا الحمد لله نائب رئيس اللجنه الماليه واحترم كل زملائي ولهم قرارهم ولي قراري. نعم. وبالنهاية أنا لم أحجب فقط لأني أنا زي ما تحكي يعني نظرة عاطفية، لا أنا حجبت عن قناعة، وقناعتي بأن هنالك طرق أكثر يعني جدوى اقتصاديا من تحقيق خلينا نحكي الرخاء الاقتصادي من جيب المواطن، والنظرة يجب أن تكون نظرة اقتصادية وليست جبائية مالية. لماذا نعوم النواب يعني؟ يا سيدي بدي بس بدي قول اللي بدك اياه لأنه ما ضلش وقت. سيدي اليوم احنا مجلس النواب 130 نائب، وبالتالي بتشوف أنت تقدر يعني الثقة مثلا في 70 أعطى ثقة في 60 حجم، يعني ما بتقدر اليوم. نعم. تعمم الحالة على جميع. بس أنا بدي أحكي شغلة لأنك طرقت لموضوع الضمان، واللجنة المالية ترى من 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 واجباتها أن تعيد أو تراجع الموازنات، لأن الموازنة تكون مقيمة بنتائج الأداء. نعم. مش الموازنة أقرت من مجلس النواب السنة الماضية. نعم. الآن بمضي 4 أشهر تقريبا الربع الأول على الموازنة، على اللجنة المالية أن تجتمع مع الدوائر المالية اللي هي مديرية وزارة المالية بجميع دوائرها سواء دارة جمال. يعني بدكم تراقبوهم بالربع الأول من بعد 31 مش بدك تراقبوهم، بدك تقيم نتائج الأداء. نعم. هل كانت المعايير وضعتها الحكومة في نظرتها إلى تطبيق قريبة من الواقع ولا بعيد عن الواقع؟ نعم. وبقناعتي يعني أن الحكومة ملزمة أمام نفسها وملزمة أمام النواب اللي أعطوا ثقة واللي أعطوا وافق على الموازنة إنها تورجي وين، هل المصارف على حق جدول ولا لا. وبدي أنهي بفكرة، اليوم أكثر ما تعاني منه يعاني من الاقتصاد الوطني هو التهرب الضريبي، والتهرب له أشكال. الضمان اللي حكيت عليه قبل. نعم. شوي في كثير أشخاص إلى الآن يقتاطوا على أموال الضمان، كيف يقتاطوا عليه؟ هؤلاء المتنفذين اللي استفادوا من ما يسموه حق مكتسب وهو غبن مكتسب. كيف حق مكتسب؟ انت لما تيجي اخر شهر او اخر سنه او اخر سنتين ترفع راتبك من 3000 دينار ل 30000 دينار وتاخذ على ظهر المواطن الاردني 13000 سنويا شهريا و15 وواحدهم بياخذ واحد بياخذ 17 وواحد 25 يا سيدي. انا اللي قبل 2010 بردا وسلاما على ابراهيم. لا. ليش ما انت سرقت البلد؟ ما انت حرامي. انت حرامي وابوك حرامي. لما اجى واحد بديش انا احط اسماء، لما يجي شخص ويقول يا عمي تعال يا ضمان اجتماعي هاي راتبي وهي انا كل شيء، وكان موظف الضمان الاجتماعي في ذلك الوقت او اللي بيدقق اليوم مش قادر يقول له تعال انت يا ابن الحلال. طيب راتبك ما نط هالدرجه. اذا الضمان ليس بقره حلوب. نعم. للاسف سيدي، وانا بطلب ولسه باكد وهذا طلب فيه بالدوره الماضيه وانا نائب. نعم. لسه سنه اولى اول بدايتي يا عمي وقفوا النزيف. طيب. يا اخي تعال انت لسه بتاخذ كل والله لو اخترعت تدرب الاردن ما بيطلع لك 10000 ليره ضمان كل شهر، شو سويت؟ صحيح. التهرب كمان عشان تكون بصوره. التهرب ما ضلش معي وقت بسرعه، ما انت فتحت لنا مواضيع شيء. لا ما بصيرش، ما ضلش معي وقت. التهرب بس عشان احكي لك. التهرب مش ما بزي ما يفكر المواطن. يا. التهرب على الحدود والمعابر تهريب.
سيدي أو التهريب، التهرب الضريبة 90% منه داخل البلد. أولئك الذين بتروح عليه بتعمل عملية جراحية بقول له هي ألفين دينار، بعطيكيش ورقة ولا فاتورة. طيب. هذا وين بدفع ضريبته؟ صحيح. 30 ثانية دكتور وجدي، ماذا تقول؟ يعني كيف بدنا نلم الطالب؟ أنا أتفق مع سعادة، لازم يكون هناك في إعادة نظر بكل الأشخاص اللي متهربين ضريبيا. إحنا بنحكي على 2 مليار، يعني ممكن يصل 2 مليار دينار. يعني الحكومة لو حصلت وسجنت وجابت كم الناس معروفين، خاصة بعض الأشخاص اللي ما بدفعوا أو اللي بتحاسبهم كاش ما تفارق دول، لو تحاسبهم الحكومة ما تجي لجيب المواطن. وبالتالي لدينا لازم فرص، إعادة نظر، لازم إعادة نظر بالسياسة كلها. أنا بتفق مع سعادته. أنا يعني في نهاية الحلقة شكرا، شكرا دكتور وجدي. لازم إحنا بلشنا بالضمان، مش بلشنا بقانون الإعصاب. لا لا لا، لسه الأيام جاية. هو أنا شاكر أعزائي المشاهدين متابعتكم وحسن متابعتكم، ألقاكم على خير غدا. شكرا سعادة النائب، شكرا دكتور وجدي.